بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 44 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة دائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في إجابة الإخوة والأخوات. أهلا ومرحبا الشيخ صالح، حياكم الله وبارك. هذا السائل يقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يفسر لنا الآيات الكريمات في سورة الزلزلة حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الزلزلة هي الحركة للأرض بعد أن كانت قرارا ثابتة، فإنها تضطرب عند قيام الساعة ويحصل الهول العظيم عند ذلك، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويحصل عند هذه الزلزلة الفزع، وتندك الجبال، تصير هباء يطير في الهواء، تمر مر السحاب، تبس بسا، فعند ذلك يتروع الناس عند هذا الحدث العظيم. ذكر في هذه السورة ما يحدث عند ذلك أو بعضا منه. قال سبحانه وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها، أي هذه الأرض التي نمشي عليها تخبر عما فعلناه على ظهرها من أعمالنا، تشهد علينا يوم القيامة. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني السبب في هذا أن الله جل وعلا ألهمها ذلك وأقدرها عليه. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يعني فرقا متفرقين، أهل الخير وأهل الشر، السعداء والأشقياء، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فيصدر الناس أشتاتا، يعني فرقا، ليروا أعمالهم، ليوقفوا على أعمالهم التي عملوها في الدنيا من أعمال الخير أو من أعمال الشر لا يضيع منها شيء. فمن يعمل مثقال ذرة، والذرة هي الهباء أو النملة الصغيرة، يعني وزن ذرة، خيرا يره وإن كان صغيرا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. مثقال ذرة خيرا يره، يلقاه ويجده عند الله عز وجل، فإن كان خيرا إن الله يضاعفه له. ومن يعمل مثقال ذرة شرا، أي عملا سيئا من كفر وشرك ومعاص ومخالفات، يرى عمله ويلقى جزاءه. هذا مضمون هذه السورة باختصار، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. له فقرة أخرى، يقول فضيلة الشيخ: ما هو بيع السلم وما صفته وما حكمه؟ بيع السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يعني نقد الثمن في المجلس، مجلس العقد، وتأجيل المثمن وهو السلعة، يعني يدفع له نقودا حاضرة ويستلمها إذا حل الأجل، لأن السلم لا بد أن يكون إلى أجل معلوم. إذا حل الأجل أحضر له السلعة أو السلع التي وقع عليها العقد، بشرط أن تكون منضبطة بالصفة. نعم. أحسن الله إليكم. له فقرة أخرى عن الدعاء، يقول: ما هي أفضل أوقات الدعاء للإجابة، وكيف يكون الإنسان على طهارة أم على أي حال كان؟ إذا كان على طهارة فهو أفضل، وأكد أوقات الدعاء في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما السجود فأكثر فيه الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وكذلك في وقت الأسحار، وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. وكذلك في ساعة يوم الجمعة،
إن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي إلا استجاب الله له، يعني هذه بعض أوقات الإجابة وإلا فلها أوقات كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جرت العادة عندنا عند دفن الميت وبعد وضع التراب عليه نضع أشجار وورود على قبره وهي دائمة الخضرة على القبر. هذا لا يجوز، هذا من البدع المحدثات، ولا ينفع الميت أن تضع عليه ورودا أو أشجارا، لا ينفع الميت أبدا، إنما هذا من الخرافات. الذي ينفع الميت إذا تقبله الله الدعاء له، الاستغفار له، التصدق عنه، وأما الورود والأشجار فهذه لا تنفع الميت أبدا، إنما هي خرافات وعادات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. هذه السائلة منيرة صاد تقول: فضيلة الشيخ، هل من نصيحة لزوجي الذي آذانا بشربه للدخان في المنزل مع أن الأسرة محافظة، وكذلك أيضا في ذهابنا معه في السيارة وأزعجنا، كيف نطلب منه أن يتخلص من هذه العادة السيئة؟ شرب الدخان محرم لما يترتب عليه من المحاذير الكثيرة، ولأنه لا فائدة فيه لوجه من الوجوه، بل فيه المضرة الخالصة من الأمراض والتأثير على البدن وإضعاف القوة، رائحة الكريهة التي تضايق الناس، وبذل الدراهم بغير فائدة، له آفات كثيرة وفيه أمراض خطيرة، ويؤذي الناس الذين يصاحبونه ويؤذي أهله وزوجته، وأيضا يؤثر عليهم، لأن تأثير الدخان على من يقرب من صاحبه ويشمه له تأثير على صحة الشام والذي تدخل رائحة الدخان في أنفه، فهو شر. ولكن شارب الدخان يبتلى بقلة الحياة، فلا يبالي بالناس ولا يبالي بالجلسة ولا بالأصحاب، فينفث الدخان في وجوههم، وقد يكون مصابا بمرض ومكروبات مرضية فيسبب ذلك الضرر على من حوله، نسأل الله العافية. الواجب على من ابتلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله وأن يترك هذه المادة الخبيثة الضارة له، الخبيثة التي تنفذ ماله وتضعف أو تقضي على صحته، فلا خير فيه بوجه من الوجوه، وإنما الشيطان يزينه لبني آدم، والعادات القبيحة تتحكم بالإنسان، وجلساء السوء يؤثرون عليه، عليه أن يحترم إخوانه وجلساءه وأولاده، ألا يكون قدوة سيئة لهم، تربون على شرب الدخان وعلى إلفة الدخان وأهله، فهو يضر نفسه ويضر غيره. نعم. هذه سائلة تقول: إذا حصل مداعبة بين الزوجين بدون إنزال، هل لابد من الاغتسال لكل من الزوجين؟ الاغتسال إنما يكون من الإنزال، إذا حصل إنزال منه أو منها، الذي حصل منه إنزال يجب عليه الاغتسال. نعم. تقول: بالنسبة للمرأة ومسح الرأس في الوضوء، هل هو مرة أو مرتين أو ثلاث؟ مسح الرأس مرة واحدة، يضع يديه الرجل والمرأة على مقدم رأسه مبلولتين بالماء، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. هذا السائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لتشمير الكم والإنسان يصلي مع الجماعة في المسجد، هل هو جائز أو مكروه؟ منهي عن مكروه، مكروهات الصلاة. نعم. يقول: بالنسبة للحركة الكثيرة في الصلاة، يأتي رجل من خلف المصلين في المسجد ويحرك المصلين حتى يتسنى له مكان يقف فيه، إذا أمكن أن يقاربهم من غير أن يشوش عليهم ويؤذيهم فلا بأس بذلك، لئلا يقف فردا خلف الصف. نعم. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة مطلقة منذ سنوات عديدة، وكان يحصل بيني وبين ضرتي خلافات، وهي الزوجة الثانية لزوجي، وقد أخذت منها سلاسل وقمت برميه كيدا منها، ماذا أفعل؟ هل أتصدق بقيمته؟ والآن قد افترقنا كل في مكانه. واجب عليك رد ما أخذتيه من ضرتك من السلاسل وغيرها، أو طلب المسامحة منها، وإذا كان ما أخذتيه قد تلف أو ذهب عليك دفع قيمته، إلا أن تتسامح صاحبته عنه لك. نعم. هذه السائلة تقول: توفيت خالتي في منتصف شهر رمضان العام الماضي ولم تكمل الشهر، وأيضا أولادها يرغبون أن يصوموا عنها وهي أيضا لم تحج،
هل يحجون ويصومون عنها؟ أما الصيام فلا، إلا الأيام التي مرت عليها وهي مريضة ومعها فكرها ولم تصم، أو إما أن يطعموا عنها عن كل يوم مسكينا، وإما أن يصوموا عنها عدد الأيام. وأما ما ماتت قبله فليس عليها منه شيء لأنها لم تدركه. وأما الحج إذا لم تكن حجة الإسلام يحجون عنها حجة الإسلام، وإن كانت حجة الإسلام وأرادوا أن يتنفلوا لها بالحج فلا بأس بذلك، هذا شيء طيب ينفعها ذلك إذا تقبله الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي ضوابط القصر في الصلاة، وما حكم قصر الصلاة في السفر سواء كان بعيدا أو قريبا؟ قصر الصلاة في السفر رخصة، وهو أفضل من الإتمام. والسفر له ضوابط، لا بد أن يكون سفرا مباحا وليس سفر معصية، ولا بد أن يبلغ المسافة، مسيرة يومين للراحلة تقدر الآن ب80 كيلو تقريبا، هذه ضوابط السفر الذي تقصر فيه الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، يوجد بعض العلب مكتوب عليها لفظ الجلالة أو اسم من أسماء الله، وتحتوي على ماء أو على مشروب عصير، وبعد الفراغ من هذه العلب ترمى في الزبالة، هل يجوز ذلك؟ لست مسؤولا عنها، لكن أنت إذا رأيت عليها اسم من أسماء الله امسحه، وإن كان هذا سيكلفك فلست بمحصن كل الزجاجات كلها، ولكن إذا أمكن ذلك أن تمسح اسم الله عن ما يلقى هذا شيء طيب. نعم. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ عن حديث فيما معناه: أنا عند ظني عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. ما معنى هذا الحديث؟ لا أعلم هذه الألفاظ، إن ظن كذا وإن ظن كذا، لكن حديث أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء، هذا هو الذي أعرفه. فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل ويتفاءل الخير، الله قريب مجيب سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل أبو رياض الشيخ: هل انصرافي من الصف الأول قبل أن يقبل علينا الإمام بوجهه محرم أو مكروه، حيث نرى بعض الناس حال ما يسلم الإمام يقوم ويخرج دون تسبيح ودون ذكر؟ لا بأس، إذا كان له حاجة فإنه ينصرف إذا سلم الإمام، والأذكار يأتي بها وهو يمشي، لا ينبغي له أن يتركها، يأتي بها وهو يمشي. نعم. يقول هذا السائل يا شيخ: ما حكم طباعة كتيبات تدعو للإسلام باللغات الأجنبية وتوزع على غير المسلمين، ويكون ذلك من مال الزكاة، هل يدخل هذا ضمن صنف المؤلفة قلوبهم؟ أولا لا بد من مراجعة أهل العلم عن هذه الكتب، هل هي صحيحة أو لا؟ ما كل ما كتب يوزع من دون مراجعة أهل العلم ودار الإفتاء تفحصه وتنظر فيه تجيزه. وثانيا الزكاة لا يحل صرفها في مثل طباعة الكتب، لأن الزكاة للفقراء والمساكين ومن ذكرهم الله في سورة التوبة، لا تخرج عن هذه الأصناف المذكورة في الآية، ولكن كتب الخير تطبع من التبرع لا من الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا. فقرته الثانية يسأل ويقول: ما أفضل كتب الحديث الذين تنصحون طالب العلم بقراءتها والاطلاع عليها؟ هذا يختلف باختلاف القدرات واختلاف الناس، فالمبتدي يقرأ بالمختصرات مثل الأربعين النووية حفظها ويفهمها، يقرأ شروحها مثل عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، مثل بلوغ المرام. وأما المتمكن عنده الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، عنده السنن الأربع، عنده موطأ مالك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم صلاة الجنازة، وإذا قدمت الجنازة ولم يصلى عليها أو خرج فهل يأثم؟ هو لا يأثم، لأن الصلاة على الجنازة إذا صلى عليها جماعة من المسلمين أو حتى لو صلى عليها واحد من المسلمين فالفرض يسقط، ولكن استحب له أن يشارك في صلاة الجماعة ليحصل على الأجر العظيم، ولا يستعجل ويحرم نفسه إلا إذا كان هناك داع للخروج يفوت عليه مصلحة تفوت فلا بأس أن يخرج. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ظهر من يقول بأن طواف التطوع بدعة، هل هذا صحيح؟ طواف المفرد هذا فيه كلام لأهل العلم، أنه لم يرد أنه يفرد فقط، وقصده يعني يطوف لأحد ولا لنفسه؟ لنفسه يا شيخ. طوف لنفسه. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو في مكة يذهب ويطوف بالبيت قبل الهجرة، يطوف لنفسه لأن الطواف عبادة لله عز وجل، إنما الكلام في إهداء
الطواف للغير، منهم من أجازه لأنه تجوز النيابة في الحج فيجوز النيابة في الطواف أيضا وإهداء ثوابه للغير، ومن الناس من يقول لم يرد أنه يهدى، أن الطواف يهدى لأنه عمل بدني والعمل البدني لا تدخله النيابة. نعم. هذه السائلة الحقيقة خصت هذا البرنامج بمجموعة من الأسئلة عن زوجها المتوفى، تقول بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها هل لها أن تتخضب بالحناء؟ ليس لها أن تخطب، وليس لها أن تطيب، وليس لها أن تلبس ثياب الزينة، وليس لها أن تلبس الحلي ولا تكتحل، وليس لها أن تخرج من البيت إلا لحاجة في النهار فقط حتى يتم عدد عدة الوفاة 120 يوما 4 أشهر و10 أيام. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل بالنسبة لاقتناء كلب الحراسة في المنزل، علما بأن المنزل فيه تكثر فيه السرقات. لم يرد أن الكلب يباح اقتناؤه إلا لثلاث: حراسة الزرع، حراسة الماشية، أو للصيد للاصطياد به وهو الكلب المعلم. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بسؤال الأخت مريم، تقول بالنسبة لتجميل المرأة لأسنانها وذلك تجملا لزوجها، لا بأس بذلك ما لم تحدث فيها شيئا من تفليج أو غيره، أما إذا زينتها بالتنظيف وبالسواك غير ذلك حتى تطيب رائحتها هذا شيء طيب. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلته، وشكرا لزميل مهندس الصوت عثمان الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.